السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني كتير كتير. الحلقة اللي فاتت احنا ملحقناش نكملها عشان خاطر وقتنا، اتكلمنا عن مجموعات افتر كير، اتكلمنا عن صبغة طبيعية بزيت الزيتون، اتكلمنا عن بيبي ليس متوفرة طبعا ومعها ضمان 6 شهور. النهاردة هنتكلم عن الفيلر، هنتكلم عن كولاجين، هنتكلم عن الكريم اللي هو الثلاثة في واحد للجسم، هنتكلم عن البوتوكس. الحلقة اللي فاتت دخلت لنا مكالمة كانت مهمة جدا من صاحبة الشركة نفسها أستاذة أسماء خالد، كانت المكالمة من السعودية لأنها مش موجودة في مصر، قعدت تتكلم معانا وتشرح لنا شوية، لأني زي ما قلت لكم أنا بجرب الحاجة وبحب أوصل للحاجات الطبيعية عشان خاطر أنقلها لحضراتكم. أول حاجة هبتدي معاكم النهاردة البوتوكس. البوتوكس ده أنا بنصح بيه أي واحدة عندها طفلة فعليا، لأني أنا لما جربته المادة بتاعته خفيفة جدا جدا، الأحماض بتاعته بتكون قليلة. طبعا كلنا عارفين ان البروتين بيبقى فيه أحماض، فيه نسبة كيميكال، فيه بي اتش، كل مادة بتبقى مختلفة عن المادة التانية. طب بالنسبة لشعر الأطفال هل هينفع نعمل بروتين؟ بترجع على حسب حالة الشعر، الشعر ده يتحمل ولا متحملش، وامتى نعمل ومن كام سنة. طبعا في ناس ممكن تقول سلمى أنا بنتي عندها 4 سنين ينفع أعمل شعرها؟ لا، اعملي اختبار للشعرايه، لو الشعرايه ضعيفه جدا جدا مش هنعمل اي حاجه، احنا ممكن نعمل حاجه خفيفه، ولكن الحاجه الخفيفه زي البوتوكس عشان احماضها قليله لازم تتطبق بالحراره، فادام الشعرايه مش هتتحمل حراره فبنقول ستوب حتى لو المنتج كويس. عشان كده دايما انا بدي النصايح اللي عندي في البرنامج او على صفحتي ان انت تكوني خبيره لنفسك، دكتوره نفسك زي ما بيقولوا، فاهمة شعرك محتاج ايه، فاهمة بشرتك محتاجة ايه. طيب البوتوكس ده انا هستخدمه من كام سنة؟ المفروض يعني من 6 سنين واحنا طالعين. طيب ممكن 6 سنين 8 سنين وشعري ضعيف، هقول لا برضو مش هتعملي اي حاجة، هتعملي ترميم على البارد، مش محتاج حرارة، محتاجة بس بروكاب مش اكتر. استخدامات البوتوكس عديدة جدا، ممكن ناس بتضيف البوتوكس مع البروتين، ممكن ناس بتعمل سيشن البوتوكس لوحده، مستخدم للشعر المحروقة، للشعر الجافة، الشعر الويفي اللي ما فيهاش موجة كتير. طيب حاجة تانية، علشان خاطر اعمل البوتوكس في ناس كتير من ضمنهم انا كنت فاكرة ان انا المفروض بغسل الشعر كويس بالكيرفينج عشان انزل اي زيوت من على الشعراية، بنوزع المادة وبعد ساعة بنشتغل، بس قبل ما بنشتغل بنشطف الشعراية نص شطفة. ليه بشطف نص شطفة؟ عشان انزل اي مادة زيادة انا مش محتاجاها، وبقول خلاص انا هشتغل بقى وانشف عشان خاطر ما احملش على الشعر. لكن انا لما اشتغلت بالمادة دي اكتشفت ان هي بعد ساعة مش محتاجة اي شطفة خالص، لان المادة خفيفة واحماضها خفيفة. طب لما انا بشطف انا المفروض بنزل كمية اللي انا عايزاها والترطيب اللي انا عايزاه للشعر، الا لو انت بتوزعي مادة كتير على الشعراية. لو انت بتوزعي كتير وبتدي للشعر اكتر من حقه زي ما بيقولوا، لا اشطفي. لكن لو انت توزيعك على القد على الشعرايه لازم ما تشطفيش مع البوتوكس ده خالص. الحراره بتاعتك انت بتستخدميها حسب الشعرايه اللي قدامك، شعر قوي بتستخدمي الحراره 230، شعر وسط بتفضلي تنزلي بالحراره، اهم شيء بتعملي اختبار للشعر الاول، بتجربي الحراره الواطيه وتشوفي الشعر بيستقبل ولا ما بيستقبلهاش. ولكن طبعا شعر الاطفال الشعور اللي محروقه من الصبغه والمواد الكيماويه الكتيره دي ما ينفعش نشتغل بحراره عاليه حتى لو مش هيديني فرد 100%. ده بالنسبه للبوتوكس. معانا الفيديو زي ما انتم شايفينه على الشاشه. دي تاني حاجه هنتكلم فيها النهارده اللي هو الفيلر. الفيلر ده انا دايما بقول ايه، اللي هو ولا بروتين ولا بوتوكس، حاجه كده في النص. عشان كده مسمى فيلر اللي هو بيدي فوليوم للشعرايه. طبعا احنا كلنا عارفين وبنسمع عن كلمه فيلر، بس متعودين الفيلر ده للوش، وش مثلا نحيف شويه فبنحقن فيلر عشان يديني فوليوم. هي بتبقى عباره عن ماده جيلاتينيه بتتحقن في البشره. فيلر اللي معانا هو مسمى، لكن هو عشان خاطر فيه ترطيب عالي جدا، فيه نسبه فرد طبعا، في احماض، بس بيدي فوليوم في الشعرايه، بيعمل حشو جوه البصيله نفسها. الفيلر ده استخداماته نفس استخدام البروتين بالظبط، ولكن بتختلف زي ما قلت لكم نوع الشعر. هل انا هستخدم حراره زي الشعر ده ولا لا؟ لا، كل شعر حراره مختلفه، التوزيع بتاعنا لازم يكون مظبوط، والماده دي كمان لازم بتتشطف نص شطفه علشان خاطر نتخلص من اي احماض زياده على الشعرايه. هينفع للاطفال؟ انا ما برجحش قوي للاطفال غير للمواد الخفيفه اللي هي البوتوكس اللي انا قلت لكم عليه.
عندنا اكتر من منتجات موجوده اصلا في عالم الشعر وعالم البروتين. الفكره ان في ناس دلوقتي بتروح تعمل في اي مكان ما بيكونش مدرب، ما بيكونش منتج مصرح، فبيشتغلوا في الشعر بنلاقي فيه كوارث بتحصل. الشعر بيتساقط بكميه رهيبه، بتحصل فراغات، فالناس بيبقى عندها فوبيا من كلمه دلوقتي بروتين. عشان كده احنا بننصح عشان تعملي بروتين لازم يكون عندك ثقافه في اختيار المنتج، لازم تكوني فاهمه شعرك هيتحمل ولا مش هتحمل. الاختبار ده بنعمله ازاي؟ انت وانت بتسرحي شعرك طبيعي بيبقى فيه نسبه تساقط، ودي لازم تكون في نسبه تساقط طبيعيه. نسبه التساقط الطبيعيه المفروض من 50 ل 100 شعرايه، بترجع على حسب كل حاله والتانيه. طيب لو النسبه زادت، انا دايما بقول انا لازم اروح لطبيب. النسبه زادت يبقى انا عندي مشكله في الجسم، لان الشعر ده هو بيخرج حاجه بتطرد من جوه الجسم. لو الجسم صحي بيطلع لي شعرايه قويه تتحمل معايا، لو الجسم مش صحي بيطلع شعرايه ضعيفه. طيب الاختبار ده انا بعمله ازاي؟ انت وانت بتسرحي بيطلع معاكي شعر، بتاخدي شعرايه واحده وانت بتشدي الشعرايه اتقطمت معاكي بمنتهى السهوله، اعرفي ان الشعرايه دي ضعيفه جدا ومحتاجه تقويه. التقويه طبعا احنا بنتكلم في الزيوت الطبيعيه اللي معصوره على البارد، لكن شركه اي كي وفرت لنا الحاجات دي في موجوده معانا في الترميم اللي هو بيتعمل على البارد اللي انا اتكلمت عنه الفتره اللي فاتت. وكمان وفرت في الماسك اللي هو الثلاثه في واحد. الماسك ده هي عامله ماسك طبيعي بيستخدم للشعر وبيستخدم للبشره وبيستخدم للجسم، لان هو ما فيهوش اي كيميكال، فهو ما فيهوش اي ضرر. انا محتاجه فيتامينات لشعري زي زيت الزيتون زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت. زيت الزيتون بيدخل معانا في الاكل وبيدخل معانا في منتجات التجميل، بيدخل معانا في الماسكات بتاعه الشعر، ينفع اعمله زي بادي لوشن للجسم مع اي زيت عطري. في حاجات تركيبات بس، ولكن محتاجه ان انا شركة أو مصنع بيفهم عمل اختبارات كتير للمنتجات قبل ما نيجي احنا نعملها، لأن أنا ممكن أقول ده في مادة فلانية سمعت عنها راح أجربها وأعملها في البيت. طب هل المصدر اللي أنا جايبة المادة دي المصدر ده مصدر موثوق منه ولا؟ زي الزيوت الطبيعية، الزيوت الطبيعية دايما أنا بنصح ما نشتريهاش من أي مكان، لازم مكان مصدر موثوق منه، لأن في زيوت الإكسباير بتاعها خلاص مدة الصلاحية بتاعتها انتهت، أنت ما تعرفيش. الزيوت اللي معصورة على البارد اللي دايما أنا بنصح بيها سواء للشعر أو للبشرة، لما بتيجي تروحي لأي عطار وانت بتشتري زيت بتقولي عايزة زيت أرجان مثلا، هل احنا نعرف زيت الأرجان ده أصلي ولا مش أصلي؟ فلما بنيجي نتعامل مع شركة، الشركة دي ليها شهادة وشركة مصدر موثوق منه عاملة تصريح، لا بنبقى عارفين وواثقين إن هي جايبة البراند بتاعها أو المكونات بتاعتها مكونات طبيعية، فبنجرب. وان شاء الله انا دايما بقول انا لما بجرب منتج بحب اتكلم عنه عشان انتوا كمان تجربوه وتبعتوا لي على الصفحه بتاعتي تجربتكم طلعت ايه. تاني حاجه انا بتكلم عنها النهارده اللي هي الكولاجين. الكولاجين بلاكس ده يعني انا دايما بقول ايه، التجربه خير دليل. مش بحب اتكلم عن المنتج كتير ومجد فيه الا لما انتوا تجربوا بنفسكم وتشوفوا هو الماده بتتعامل ازاي مع الشعرايه، بتدي فوليوم، بتدي ترطيب. الكولاجين ده بيدي ترطيب هايل وينفع للاطفال وينفع للكبار، بالذات الشعور كمان المصبوغه. الشعور المصبوغه يا جماعه بيحصل فيه تاكل في الشعر واحنا مش واخدين بالنا، احنا بعد ما بنعمل السيشن بتاع الصبغه بنبقى شايفين الشعرايه دايبه شويه. طب هل انت تعرفي الشعرايه دي دابت ازاي؟ اللي بيحصل ان مكون الشعرايه هنقول مثلا ليه 7 طبقات، 7 مكونات. لما باجي احط الصبغه وطبعا بالذات بقى بودره التفتيح وسحب اللون والكلام ده لما بيتعامل بشكل عشوائي انا بعمل تاكل في الشعرايه. لو الشعرايه ليها 7 طبقات لا الشعرايه بقت 4 او 5 على حسب الماده اللي انا بحطها، فبيحصل تاكل. فانا لازم ارجع الشعرايه تاني لطبيعتها، فهعمل ايه؟ لازم اعمل ترطيب عالي جدا بعد جلسات الصبغه. عشان كده انا دايما العملاء لما بتيجي تتعامل معايا وتقولي عايزه اعمل صبغه وبروتين اقول لهم ما ينفعش، اختاري حاجه واحده. عشان تعملي صبغه لازم تعملي في مكان كويس جدا جدا، عارفه ان هو بيجيب براندات محترمه، وبعدين هتسيب الشعر يرتاح على الاقل اسبوع 10 ايام، بعدين بتعملي السيشن بتاعك سواء بوتوكس سواء بروتين سواء فيلر. ليه بنسيب الشعر يرتاح؟ لان زي ما قلت لكم الشعرايه بتتعرض لماده كيميائيه، يعني بيحصل تاكل اصلا في الشعرايه. المواد الكيميائيه كلها عندنا
بيكون زي ما فيها نسبة ضرر بس بتخلي شكل الشعر حلو. يعني أنا عشان أعمل شعر أشقر ما ينفعش أعمله على شعر أسود، لازم أعمل سحب لون. طب ما ينفعش أروح أعمل سحب لون وأجي أقول لأ أنا محتاجة شعر يكون قوي كده من غير حاجة، لأ لازم تلعبي على الترطيب كويس جدا جدا. شركة AK قدمت لنا الكولاجين ده، ده بيعمل ترطيب رائع رائع للشعور اللي هي الهلكانة زي ما قلت لكم. طيب عملنا كمان شامبو السيلفر اللي انا ملحقتش اتكلم عليه الحلقه اللي فاتت. شامبو السيلفر ده انت بقى لما بتيجي تعملي شعرك اي لون بعديها مع الغسيل بيدي نسبه ارنجه، تحس ان اللون ابتدى ينزل وابتدى يبقى فيه لون اورنج، صح كده؟ اللون الاورنج ده لازم يعمل معايا انعكاس لون بحاجه تانية. يبقى انا لما بستخدم اي شامبو سيلفر علشان اللون اللي فيه بيعمل انعكاس اللون بيخلي الشعرايه عندي بترجع تاني للون اللي انا عايزاه. فمن البدايه انت صبغت شعرك وعايزه تحافظي عليه ما تستخدميش غير الشامبو سيلفر. الشامبو السيلفر زي ما قلت لك بيعمل معاكي تعادل اللون ما بيخليش الشعرايه تقرنج. ده بالنسبه للشامبو السيلفر. الخلايا الجذعيه، الخلايا الجذعيه احنا اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت، حاجه انا ممكن استخدمها بدل السيرم بدل كريم الشعر للاطفال كدهان عندي خالص، او لو انا عندي شعر فيه جفاف او فيه هيشان سواء كبير او صغير بجيب اي شامبو من المجموعه بتاعه الافتر كير اللي عندي، بغسل شعري كويس جدا بنشفه 50% هوا استشوار او بالفوطه واحط الخلايا الجذعيه واسيبه من نص ساعه لساعه الا ربع تحت البروكاب. البروكاب وظيفته ايه؟ البروكاب وظيفته ان هو بيسخن الماده على الشعرايه فبيخلي الشعرايه تشرب الماده اكتر. يعني لو انا هوصل الماده للشعر على من غير بروكاب انا بوصلها هنقول من 5 او من 4 ل 10، لكن لما باجي احط البروكاب الحراري انا بوصل الماده من 7 ل 10 من 10 ل 10، يعني انت بتوصلي الماده اسرع. طب لو انت مضطريه تستخدمي الخلايا الجذعيه عشان خاطر عندك حيشان او عندك تقصيف او عندك اي ضرر في الشعر ومش عندك بروكاب، هتعملي ايه؟ هتجيبي اي بونيه عادي خالص اللي انت بتلبسيه لما بتيجي تعملي حمام كريم، بتحطي البونيه ده ولو عندك هواء استشوار من بعيد بتسخني البونيه ده شويه علشان خاطر يوصل حراره للشعر، او فوطه سخنه كانك بتعملي حمام زيت بالظبط. الفوطه السخنه بتحطيها على شعرك علشان خاطر توصل حراره للشعرايه فالمسام تفتح فتشرب معاكي الماده اللي انت حطاها. طبعا الطريقه دي بتنفع في الكولاجين وبتنفع في الخلايا الجذعيه. طيب الصبغه زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، صبغه AK في الوان بتشتغل من غير طبعا اكسجين، ولكن اللون الاسود مثلا انا عايزه اعمل لون اسود فمش هفتح لون، هشتغل باللون الاسود على طول، هتحطي اكسجين 20. ايه الفرق ما بين اكسجين 20 واكسجين 30 واكسجين 40 لما باجي اعمل صبغه؟ اكسجين ال 20 ده اقل حاجه في هنقول ايه التفاعل بتاعه مع الصبغه. التفاعل بتاعه بيبقى قليل جدا جدا ولكن بيخلي الصبغه نشطه على الشعر. اللي عندها شعر ابيض، اللي عندها شعر هلكان تستخدم اكسجين 20 على طول. طيب لما باجي انا اسحب لون اغلب الكفرات او اي بيوتي سنتر بيستخدم الاكسجين ال 30. ال 40 انا ما بنصحش بيه خالص. ال 40 ده لو حد بقى مستعجل قوي وشعر كثيف جدا واسود قوي قوي وعايزين نكسر اللون بتاعه فبنضطر نلجا للاكسجين ال 40، وده انا ما بنصحش فيه لان هو بيعمل تفاعل سريع جدا جدا، والتفاعل السريع دايما على الشعرايه بيخلي بيبقى فيه نسبه التاكل بتاعه الطبقات اعلى. عشان كده في مادة الأولوبليكس اللي موجودة في الصبغة دي اللي بتقلل نسبة الكيميكال اللي موجودة في أي صبغة، وطبعا ده مش متوفر في أي صبغة. أستاذة أسماء معانا دلوقتي وأنا مبسوطة جدا إن هي دخلت عشان تتكلم أكتر وأحسن مني طبعا منتجات AK. أستاذة أسماء معايا؟ ألو؟ ألو؟ أيوة سامعاكي. أه سامعاكي، عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. احنا الحلقه اللي فاتت ما لحقناش نتكلم على باقي المنتجات، وطبعا شرح حضرتك طبعا كان احسن مني بكتير لاني حضرتك انت اللي مخصصه المنتجات وانت اللي عارفه التركيبه دي ايه والتركيبه دي، انا مجرد جربت فانا طالعه اقول لا تجربتي لازم وتجربوا، بس انا عايزه حضرتك تتكلمي على المنتج وتقولي لي مثلا الفيلر، هل الفيلر زي ما انا قلت مش هينفع للاطفال ونخلينا في البوتوكس والفيلر ده للشعور اللي هي القوية شوية أو الشعور الوسط؟ بصي جميل، هو مناسب للأطفال
تمام. بس عامة سواء فيلر او بروتين او بوتوكس، الاطفال اقل من 5 سنين ما بنشتغل لهمش من الاساس، بنعمل لهم حاجات اسمها ترميمات سواء بالكولاجين بليكس عندك او بالخلايا او الكلام ده كله. تمام. لان المواد مش قصه ان هي ضاره، لا، في حد مسموح بيه للعمر. صح. الاطفال مش اقل من 5 سنين، الحوامل مش قبل 5 شهور، لان فتره التخلق دي للحوامل لا بيعملوا لا بروتين ولا صبغه ولا فيلر ولا الكلام ده كله. تمام. بعد 5 شهور اوكي تمام يعملوا اللي هم عايزينه سواء النوع بتاعي او اي نوع تاني كويس. تمام. فاهماني؟ بالنسبه للفيلر بليكس، طبعا الفيلر بليكس علاج وفرق 100%. وزي ما قلت المره اللي فاتت، ممنوع ان اي عميله تطبق البروتينات او الفيلر او البوتوكس في البيت. اكيد. تمام. زي ما شرحت لكم قبل كده. تمام. لازم مكان متخصص. تمام. الفيلر بليكس برازيلي، تمام، معاه شهاده جوده واخد انفيزا برازيليه، مصرح في السعوديه واخد هيئه الغذاء والدواء، يعني مصرح في هيئه الغذاء والدواء. والبروتين النانو جولد بس على طول ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. برازيلي برضو. باقي المنتجات احنا عارفين طبعا ان هي محلي في مصر. تمام. والتفاريش الشتيمه يعني. بالنسبه للفيلر بليكس علاج وفرق 100%، ومش بروتين عادي، تمام، احنا عندنا منتج بروتين تاني. الفيلر ميستون هو مناسب لمعظم الشعور وبيدي فوليوم للشعرايه اللي هي الخفيفه، حتى بعد الجلسه في نفس الجلسه طبعا بيتم العلاج، ما بيبقاش على مراحل زي ما معظم الكونكريت كانت بتشتغل زمان، تطبق للعملاء على 3 ايام الكرياتين والكلام ده كله اللي كان تمام. كله فورمالين. تمام. تمام. طبعا المواد كلها زيرو فورمالين، مش تماما يعني خالص. ومعلومه بس بحب اوضحها، الفورمالين بيتعرف ازاي؟ لان في ناس ممكن تشوف مثلا الدخان اللي بيطلع عادي من المكوى ده تونيك هو ده فورمالين، لا، لا طبعا، بيحرق العين وبيحرق الزور، دي حقيقه. بيخلي في دموع، بيخلي العميله تدمع كتير وتكح، ما بتبقاش طايقه. صح. ده اللي يخليها تقدر تميز الماده ما بين المنتج اللي فيه فورمالين. تمام. بالظبط. فالمنتج علاج وفرد 100% ومناسب لمعظم الشعور، وطبعا في تكنيك في التطبيق بنقوله للمتخصصات وقت التطبيق او البيوتي سنتر. وزي ما قلت لك العملاء يعني ياخدوه بس لازم هيتطبق في مكان مخصص، بيوتي سنتر فاهم يعني، او عندنا في المكان يعني. البوتوكس زي ما شرحتي بالظبط، مش هنقول كلمه على كلامك، فعلا احمده خفيفه، بس ما بديش فرق 100% غير في حالات معينة. تمام. من 80% ل 100% الفرق بتاعه على حسب طبيعة الشعر واستجابته. بس البروتين بقى النوع الثالث بتاعنا، بس هو مش موجود معاكي دلوقتي لانه لسه ما وصلش ظروف كورونا والاستيراد والكلام ده كله صعبة، فان شاء الله قريب يتوفر في مصر. ده برضو ده بروتين بقى عادي يعني، زيت الارجان والكولاجين وكده. بس بالنسبه للكولاجين مفيش دم، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت وشرحت فرح وادي وشابوس بالبر، مناسب للشعور اللي هي المسبوغه، البروتات والالوان الفاتحه يحافظ عليها وقت اكتر. تمام. الخلايا اتكلمنا عليها، الصبغه السوداء طبعا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت مع باقي. هل في الوان في الصبغه محتاجه اكسجين وفي الوان مش محتاجه اكسجين زي ما انا وضحت في اللون الاسود؟ اللون الاسود بس اللي هو محتاج اكسجين، بس اكسجين 20 مش 30 ولا 40. ما انا قلت اكسجين 20 لان انا عندي خلفيه شويه في الصبغه ان الاكسجين 20 اقل حاجه في التفاعل، ولكن الضرر بتاعه بيكون اقل، ولكن بيخلي الصبغه نشطه على الشعر، ما بيأثرش كمان على البروتين اللي هتتعمل بعد البروتين. تمام. طيب بعض الكونفريت لو انا مش عامله بروتين وعايزه اعمل لون في شعري، ولازم افتح الاول لو انا هعمل الوان فاتحه لازم افتح تفتح. ايه لازم تفتحي ايه عشان طيب. تلقط الدرجه معايا، هتلقط ازاي على شعر طيب. واستخدم الصبغه بالمثبت بتاعها فقط من غير اكسجين لو انا مش عامله بروتين؟ بالزبط. اللون الاسود حاله الشيب بقى في حاله الشعر الابيض. تمام. ده عشان نضمن النتيجه 100% نضيف برضو اكسجين بمعايير معينه، يعني احنا بنبلغها للجن هيشتغل الصبغه. تمام فهمت. طيب انا عايزه بقى دلوقتي افهم، لو انا متخصصه
وعايزه اشتغل بالفيلر او بالبوتوكس. الناس بقى اللي المتخصصات اللي بيحبوا يشتغلوا بدون اي اضافات، انا عايزه حضرتك توضحي ان انا ينفع اضيف خلايا جذعيه او ينفع اضيف الكولاجين مع الفيلر او البوتوكس، هل ده صح ولا غلط؟ عادي تضيف جدا. نفرض معاها شعر وسط مثلا، عايزه تعمل له ترطيب، تمام. مش عايزه تعمل له فرد 100%، هتقلل من الاحماض بتاعه الماده بالمرطبات اللي هتدخلها، اللي هي زي الكولاجين زي الخلايا زي السيرم بتاع مجموعه الاكياس. تمام. طيب انا عادي جدا يضاف له بنسب معينه على حسب بقى طبعا المتخصصه. كلمه متخصصه دي يعني حد متخصص في المجال ده وفاهم هو بيعالج الشعرايه ازاي، فبترفع اكيد وتنزل النسب من ده وده على حسب طبيعة عشان الشعراية تحصل بتاعتها على ومن ترطيب خبرتها. زيادة للشعرايه. انا عايزة برضو بصي اوضح للسادة المشاهدين. الفيلر فليكس لو هتشتغل بيه خام تمام بدون اه اي اضافات، هيديها ترطيب ولمعة وكل حاجة، كل اللي هي عايزاه، مش محتاج اي اضافات. ما شاء لكن الله. انا بنصح بالاضافة في حالة ان هي مش عايزة فرد 100%، بس تمام. يعني انا لكن كمادة مش محتاجة اي ترطيبات نهائي. فاهماني؟ فهمت. زي ما تمام عرفت كده الفيديوهات ومعلومة، الفيديوهات اللي اتعرضت دي النتيجة النهائية ما شاء الله. لا شعر وانا انا جربت طبيعي البوتوكس، جدا انا جربت من البوتوكس غير ولا بنفسي مكوى ما ولا شاء الله. استشارة ولا أي حاجة. لا شعر انا عن مخصوص نفسي بس انا بالإضافة عشان كده فقط. بقول التجربه خير دليل. بشكرك جدا استاذه اسماء، وان شاء الله باذن الله من العفو. تقدم لتقدم، وعايزين الحلقه الجايه نتكلم بقى على البروتين وننفرد بيه لوحدينا اول لما ينزل ان شاء الله. وعايزه اكد على الساده المشاهدين ان في اصلا مركز معالجات للشعر موجود خاص بالاستاذه اسماء موجود في الجيزة، والأرقام بتاعت الشركة موجودة على الشاشة لو حد حابب يتواصل ويطلب أي منتج. وانتظرونا في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوف الفيديو قبل ما نختم.